اشرب عصير مانجا. وانا كمان نفسي. وانا كمان نفسي. طب ايه؟ هقوم اعمل لكم. مفيش نصيب. انا عايز عصير مانجا يا ماما. وانا كمان عايزه. وانا كمان عايزه. طب ايه؟ هقوم اعمل بقى. لا كده لازم خطة مدروسة عشان نعرف نعمل عصير المانجا. عايزاكوا تسمعوني كويس وتركزوا معايا بقى. أول ما الكهرباء تيجي لازم نكون مستعدين. أحمد التلاجة مسؤوليتك. أول ما الكهرباء تيجي تجيب المانجاية وترميها لنا في ثانية. تمام يا ماما. ليلي مسؤوليتك الفيشة وزرار الخلاط. تمام يا ماما. أما أنا بقى هقشر المانجاية وأجهز الكوبايات. جاهزين يا أبطال؟ جاهزين يا فندم. ياه ده كان فاضل اقل من ثانية. ايه الحظ ده؟